هل سؤالي، هل تتوقع انه النجم المصري محمد صلاح عنده فرصه او عنده قدره انه يفوز ويحقق لقب البالون دور كافضل لاعب في العالم؟ لأكون صريحا، محمد صلاح لديه من المهارات ومن الإمكانيات ما يجعله أفضل لاعب في العالم، ولكن نستطيع أن نقول أنه في أن المدة التي يحددون على أساسها من يستحق هذه الجائزة، يجب أن نحلل الفترة الزمنية كاملة التي على أساسها يحصل كل لاعب ما يجعله جدير بهذه الجائزة. ونستطيع أن نقول أن محمد صلاح في الفترة الماضية كان من أفضل اللاعبين. أستطيع أن أقول أن هذه الفترة في صالحه، أن هذه الفترة جعلت منه الأفضل والذي يستحق هذه الجائزة. سينيور جونزاليس، هسألك عشان وقتي، هسألك أسئلة وأنتظر من حضرتك إجابات سريعة. من وجهة نظرك، من المنتخبات العشرة اللي تأهلوا للمرحلة الأخيرة من التصفيات، مين المنتخبات الخمسة الأقدر بتمثيل قارة أفريقيا في كأس العالم من وجهة نظرك؟ نحن لا نعرف حتى الآن من سوف يتأهل وكيف سوف تكون المواجهات بين هذه الفرق، ولكني أستطيع أن أقول أن المنافسة بين مصر والجزائر والمغرب والسنغال وأيضا ربما هناك الكاميرون ونيجيريا، فإلى حد ما يستطيع أن يكونوا في خضم المنافسة، ولكن أستطيع أن أقول أن مصر والجزائر والمغرب والسنغال من الاحتمال الكبير أن يتأهلوا إلى أن يتأهلوا، ولكن أستطيع أن أقول أيضا أنه ليس من العدل أن يكون هناك خمسة مقاعد فقط للقارة الإفريقية في كأس العالم. فأعتقد أن الفيفا يجب أن تنظر في هذا الأمر، وأعتقد أن أفريقيا تستحق أكثر من هذا العدد من المقاعد، لأن أفريقيا لها إمكانيات ولها من الكفاءات ما يسمح لها أن يكون لها عدد أكبر من خمسة. سينيور جونزاليس، بعض الأخبار اتكلمت عن وجود عروض ليك للتدريب في مصر، وعايز أعرف منك جدية هذه العروض، وهل ارتقت لمرحلة المفاوضات، وهل عندك استعداد أساسا أنك تكون موجود في مصر، ولا تفضل استكمال مشوارك مع أنجولا؟ في واقع الأمر أن لدي منتخب أنغولا، وأريد أن أقول أن أنغولا في مرحلة انتقالية، ولدينا كرة قدم جيدة في أنغولا بالذات الناشئين من اللاعبين، ولدي وقت قليل لكي يعد هؤلاء اللاعبين، فأستطيع أن أقول أنني بليت بلاء جيدا في عملي في أنغولا، ولكني منفتح لأي عروض من الممكن أن أكون في المنافسة في مصر. وفي حقيقة الأمر المباريات في مصر أو المنافسة على البطولات المحلية في مصر من أفضل البطولات في إفريقيا، وأن أكون في الأهلي وأن أستطيع أن أكون مع النادي الأهلي بعد أن قام مدربون آخرون من البرتغال بتدريب هذا النادي العريق، يعتبر من التحديات الكبرى التي تواجه. ولكن سؤالي سينيور بيدري، هل تلقيت عرض بالفعل للتدريب في مصر ولا لا؟
honestamente, até o momento, nenhuma proposta concreta surgiu para além بصراحة كبيرة أنا لم أتلقى حتى الآن أي عرض للتدريب في مصر. سينيور بيدرو جونزاليس المدير الفني لمنتخب أنجولا، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا في السادسة، وكل التوفيق ليك في مشوارك طبعا مع منتخب أنجولا.